عيد. يسعد صباحك اخت تسبين، وصباح الخير للجميع الاخوه المشاهدين، وصباح الخير للاخ مجحم عندك بالاستوديو. اسعد الله صباحك بشمهندس كالمعتاد، الحاله الجويه لليوم وللايام القادمه من خلالك، مع العلم انه شهدنا خلال الايام الماضيه كما تفضلت زميلتي نسرين بحاله من عدم الاستقرار او تقلب يعني الحاله الجويه. لكن نهايه الاسبوع راح تكون الاجواء في جميع مناطق المملكه بمشيئه الله هي اجواء ممتازة، أجواء رحلات في جميع مناطق المملكة من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال. أخي مجحم أخت نسرين، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة ورطبة، لذا اليوم هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء راح تكون أجواء لطيفة فوق المناطق الجبلية، معتدلة في باقي مناطق المملكة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح اليوم هي رياح شمالية غربية معتدلة السرعات، تنشط أحيانا وخاصة في ساعات ما بعد الظهر، قد تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان بحدود 25 درجة مئوية، وبمشيئة الله يوم الجمعة والسبت الأجواء راح تكون أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، معتدلة في المناطق الأغوار، مدينة العقبة، البحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. لكن في صبيحة يوم الجمعة هناك احتمال ضعيف جدا لسقوط زخات خفيفة من المطر خاص على المناطق الشمالية من المملكة. أيضا ليوم الجمعة والسبت الرياح هي رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان ليوم الجمعة 24 درجة مئوية، ويوم السبت 25 درجة مئوية، وبمشيئة الله يوم الأحد الأجواء راح تكون أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار ومدينة العقبة وأيضا البحر الميت، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان 26 درجة مئوية. يعني أخي مجحم أخت تسرين أجواء ممتازة، حتى لو تحدثنا عن الأمطار الخفيفة جدا المتوقعة صباح يوم غد، يعني راح تكون جميع مناطق المملكة هي مهيئة للسياحة بمشيئة الله. يعني الطقس فيه جاي عليه ارتفاع، خلينا نقول اليوم وبكره والسبت ادفى من اليومين يعني اللي مرقوا. نعم ارتفاع عن الايام التي مضت. نعم شكرا للمؤسسة.